أهلا وسهلا بكم من جديد. في الكويت أعلنت شركة جلوبل قبل قليل أنها حصلت على حكم قضائي من محكمة استئناف دبي يلزم بنك أم القوين بإعادة مبلغ 250 مليون دولار إلى جلوبل، إضافة إلى فوائد المبلغ التي تبلغ 9% سنويا. وكانت المحكمة الابتدائية في دبي قد أصدرت في يوليو الماضي حكما يلزم بنك أم القوين الوطني بإعادة هذا المبلغ لجلوبل، علما أن جلوبل كانت قد أودعته لدى البنك في أغسطس من العام 2008. وأشارت الشركة إلى أن بنك أم القوين الوطني كان قد أقام دعوى استئناف أمام القاضي المسؤول بشأن هذه القضية. في تداولات الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب بتداولات جلسة اليوم للجلسة السابعة على توالي لتصل